آداب نمبر 1، آداب دخول المسجد. ندخل بالقدم اليمنى ونقول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي وافتح لي أبواب رحمتك. آداب نمبر 2، آداب الخروج من المسجد. نخرج بالقدم اليسرى ونقول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي وافتح لي أبواب فضلك. آداب نمبر 3، آداب عند سماع صياح الديك. اللهم إني أسألك من فضل. آداب نمبر 5، دعاء الضيف لصاحب الطعام. اللهم بارك لهم فيما رزقتهم واغفر لهم وارحمهم. آداب نمبر 6، دعاء الغضب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. آداب نمبر 7، الدعاء لمن قال إني أحبك في الله. أحبك الذي أحببتني له. آداب نمبر 8، الدعاء لمن قال بارك الله فيك وفيك بارك الله. آداب نمبر 9، دعاء المسافر للمقيم. أستودعكم الله الذي لا تضيء ودائعه. آداب نمبر 10، دعاء من أتاه أمر يسره. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. آداب نمبر 11، دعاء من أتاه أمر يكرهه. الحمد لله على كل حال.